وإلى أخبار المنتخب الوطني واتحاد الكرة، ينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 22 من مايو الجاري استعداداً لودية الكويت يوم 25 من نفس الشهر. وقرر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أن ينضم لاعبو الأهلي للمعسكر بعد انتهائهم من لقاء المصري يوم 22 من مايو الجاري ضمن مؤجلات الدوري. ويغادر منتخب مصر إلى الكويت يوم 23 من مايو الجاري لخوض ثاني معسكراته بعد معسكر سويسرا الذي خاضه في مارس الماضي. ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 25 من مايو الجاري، وكولومبيا الأول من يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 من يونيو في بلجيكا. يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا غدا الخميس من أجل مناقشة العديد من الأمور المهمة. ويأتي على رأس الملفات التي من المنتظر مناقشتها في اجتماع الغد حل أزمة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي. كما يناقش الاجتماع ملف معسكر المنتخب الوطني القادم بالكويت المقرر في مايو الجاري، والذي يتخلله مباراة ودية مع المنتخب الكويتي. قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي منح لاعبي الفريق راحة سلبية 24 ساعة الجمعة المقبل لقضاء إجازة قصيرة مع أسرهم، على أن يستأنف الفريق معسكره التدريبي السبت بأحد فنادق القاهرة ويستمر حتى موعد السفر إلى السنغال مساء 8 من مايو الجاري. ويخوض منتخب الشباب مباراته الودية الثانية أمام نظيره الليبي غدا الخميس باستاد بورسعيد. يعود بعدها الفريق إلى القاهرة ليبدأ المرحلة الأخيرة من استعداداته لمواجهة السنغال. وكانت المباراة الأولى بين المنتخبين والتي أقيمت الاثنين الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي. ويستعد منتخب الشباب لمواجهة نظيره السنغالي يومي 12 و19 من مايو المقبل بالسنغال ومصر، وذلك ضمن مباريات المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب والتي تقام بالنيجر العام القادم. فاصل قصير ونعود لأخبار الألعاب الأخرى، ابقوا معنا.